طب احنا معانا تليفون لطيف، كنا عايزين نمسي على الاستاذ عادل عشوب ونقول له اهلا بيك في الخلاصه. طبعا فنان ايه مساء الجمال، مساء الكل، المنتج المتميز، اهلا وسهلا نورتنا. اهلا بيك، بنورك يا فندم، ربنا يعزك. كل سنه وانت طيب. دخلك الجميله دي وحضرتك طيب، الله يخليك. احنا الحقيقه مستمتعين مع الوالد جدا جدا، وبالذات لما بتلاقي حد برضو من اجيالنا الصغيره بيبقى دايما عنده فضول انه يعرف المسيره العملاقه دي اتبنت ازاي، وازاي والدك قدر يوصل لمرتبه عالميه الحقيقه. فاحنا مبسوطين ان هو موجود معانا جدا النهارده. ربنا يخليك. ربنا يخليك. والله بص اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. وانا شهادتي مجروحه والله، يعني مش ان انا ابن محمد عشوب، بس انا مش عايز اقول لحضرتك ان سبحان الله السنين الاخيره حتى حاجه غريبه جدا ان بيجيبوا حاجات على السوشيال ميديا والفيسبوك. صور من الناس اللي هو تاريخ السينما المصريه طبعا، صور حاجات من الخمسينات والستينات، بلاقي ان من كذا بيج ومن كذا صفحه ومن كذا، بلاقي ان 50% من الصور دي فيها محمد عشوب بعيد عن والدي، مع فؤاد المهندس، مع شويكار، مع رشدي باباضه طبعا، الاقي ان عمر الناس كلها، فريد شوقي، وعمر جدا جدا ما شاء الله، حاجات انا لما بسمع انا بقول يا سبحان الله، انا بتخض لما بشوفهم، هم اللي عشوب اللي عاشرهم يعني، كان ده عامل ازاي. فلما الاقي الناس كلها عماله تبعت لي الصور دي بحس بفخر واعتزاز بطريقه، بقول الحمد لله طبعا ان انا ابن تاريخ زي ده، راجل بنى نفسه من هو صغير، حب مهنه كبر فيها، كبر المهنه، خلى المهنه ليها برستيج كبير، خلى المهنه ليها مدرسه تطلع اجيال كبيره. ولغايه دلوقتي لما بشوف، لان انا ساعات بقى انا اصلا بشتغل في المهنه دي وفي الوسط في الفن في الانتاج برضو، تلاقي ان بيجوا ماكيرات صغيرين لسه شباب صغيرين بيطلعوا، فبقول لهم ايه رايكم؟ قالوا لي احنا ما نقدرش نتكلم، انت ابن الاب الروحي لهذه المهنه. بقول سبحان الله، لسه اولاد فرق سن طبعا، ربنا يديله الصحه، مش عايز يعني، هو لسه شباب برضو يعني طبعا طبعا، لسه اجيال ما بينه وبين ناس صغيرين لسه بيقولوا احنا الراجل اللي خلى للمهنه دي وهو الاب الروحي لهذه المهنه من سنين كبيره هو محمد عشوب. طبعا هو اللي خلانا، هو اللي خلانا نركز كمان في فكره انه المكياج ده فن راقي وفني بيتطور، وهو اول حد ادانا السكه دي ان احنا نركز في المكياج ونشوف تطوره عامل ازاي، لغايه ما بقى دلوقتي واحنا قاعدين بقى بنتفرج على افلام الاجنبي بنقعد بقى نشوف ونقارن ونعمل، لكن البدايه كانت من عند استاذ محمد طبعا. انا مش عايز اقول لحضرتك حاجه، بره مصر لما باجي بتعامل مع شركات انتاج او بتعامل مع فنانين بقول لهم انا والدي كان من سبيشال افكتس وميك اب ارتست، اهم الناس في مصر، وبقول بجيب سيره ان هو اللي عمل عمر المختار، هو اللي عمل الرساله، هو اللي عمل كليوباترا اليزابيث تيلر، الناس بتقول لك ايه ده، معقوله ان هو طلع بره الحدود؟ يعني هو ميزه محمد عشوب ربنا يديله الصحه انه طلع بره حدود مصر في هذه المهنه، انه ما اشتغلش بس في مصر، اشتغل مع فنانين عالميين، اشتغل مع فنانين في هوليوود، وده اللي تقل وادى صيت وادى تقل للي محمد عشوب بيعمله. محمد عشوب طور من هذه المهنه، عمل الدم، عمل ماسكات، عمل تشبيهات حسن السادات، لغايه دلوقتي الناس، شوف الفيلم عدى عليه كام سنه طبعا، الناس بتقول لغايه دلوقتي ان علامه من علامات السادات ان ازاي احمد زكي بقى كان نسخه من السادات كده، بس ومش بس السادات، كل شخصيات احمد زكي بتحمل بصمه استاذ عشوب. انا بقول مثلا من الافلام الكوميرشال اللي جم اجيال لغايه دلوقتي بيتفرجوا عليه بيذكروا ان عامل من عوامل نجاح الفيلم هو من بل اهم عامل النجاح، غير طبعا الله يرحمه الفنان الكبير العظيم احمد زكي، انه جسد شخصيه السادات، انه السبيشال افكت وشكل السادات وروح السادات اللي والدي عمله له ساعد بنسبه كبيره جدا لنجاح الشخصيه. حاجه ثانيه انك انت تعمل الشخصيه وانت تعملها بصوتك وبنبرات صوتك وبالاداء، حاجه ثانيه تكون شكلك وموضوعك وصوتك هو تبقى سادات نفسه، ده كان هو ده عامل النجاح، غير كده كان الموضوع الشخصيه كانت ممكن تتهاجم. طبعا انا بقول لحضرتك، انا بقول طبعا، انا عايز اسالك سؤال، قول لنا موقف ما تنساهوش مع الوالد كرجل صناعه، يعني احنا بننبسط بحديث دايما استاذ محمد كفنان وكرجل صناعه يعني. والله العظيم والله العظيم والله العظيم، انا كان حاجه هقول لحضرتك حاجه انا هقولها ودي اول مره اقولها واقولها وانا محرج جدا. انا كنت بعمل كامبين اعلان من 5 شهور. انا طبعا الوالد دلوقتي، طبعا الوالد بيحب يشتغل بمزاج، ولو عايز يعني هو طبعا خلاص هو دلوقتي ما شاء الله بيحب يتفرج اكتر ما يمارس بايده،
فانا جيت كنت بعمل كامبين، كل كامبين اعتمادي كلي عليه هو السبيشال افكت ماسك. بعمل شخصيه شاب، الاعلان ان شاء الله هينزل قريب. الاعلان كان عباره عن شخصيه بتعمل راجل كهف ثم بيتحول لراجل انجليزي او لحاجه اسلامي، فبنتكلم عن شخصيه كل شويه بيجي على قرن يعني تاريخي. فجيت كنت بدور على حد يعمل سبيشال افكتس ده، فكنت بقول مين هيعمل ماسكات ومين هيعمل الميك اب ده. فقلت له تحب تعملها؟ طبعا المخرجين الشباب والجيل الجديد الموجودين في دلوقتي الجيل الشباب ما تعاملوش مع الاجيال السابقه، بيتعاملوا مع الاجيال القدها اللي هو ايه قريبين في السن، يبقى في كوميونيكيشن وفي تواصل. فطبعا هم قالوا لي يا ريت محمد عشوب طبعا. فانا طبعا قلت له طبعا يا حاج لو حبيت تعمل الموضوع ده معانا واحب انك انت، مش عايز اقول لك ان فعلا الناس انبهرت في اللوكيشن، بيقولوا لي ايه ده؟ طبعا مفيش حد في الجيل الجديد صعب ابديتد للدرجه، لا مش ابديتد، صعب ان هو يعمل الميك اب بالطريقه دي، الدهون بالطريقه دي، الماسك بالطريقه دي، ازاي؟ فهو ما شاء الله عليه بقى خلاص. انا قلت ممكن يكون بقاله كتير فالموضوع الوقفه دي ان هو يوقفها يشتغل الحاجات دي، لقيت انك عنده الحماس كان عنده الباشن وعملها. ما دلوقتي احنا بنستمتع بيك كخبير. انا بقول لك لا المده الزمنيه حضرتك خد، يعني انا كنت فاكر ان هو هياخد كل شخصيه منه فترة، اي حد كان هيقول لي ما بين ساعة ونص ساعتين، هو عمل الشخصية في 30 دقيقة 40 دقيقة تحويل الشخصية للماسك للبقول. فبقول لا ما شاء الله عليه خلاص المهنة دي هو شاربها بطريقة انه بيعملها هو مغمض تشربها. برجع اقول لك برضو ان انا واضاف كمان عليها انا شهادتي مجروحة، ولكن ميرسي جدا لان لا ده اللي بشكرك على وجودك معانا جدا والله جدا جدا، ان انا جالي الفرصة الحلوة دي اقول كلمتين يعني ما اقدرش اقولهم له في وشه، بس قلتهم له عن طريق البرنامج الجميل بتاع حضرتك. فيا رب يا رب يا رب دايما نستفيد منه ونتسلى معاه بقصصه وبحكاياته اللذيذة. طبعا طبعا انا بشكرك بشكرك شكرا جزيلا ميرسي نورتنا.